وعود لا تستند على أي أسس علمية تقدمها التطبيقات الإلكترونية الصحية الموجهة لعامة الناس، وصفها الأطباء المختصون بالفوضى العارمة والوعود الكاذبة، مؤكدين على أنها لم تثبت فعاليتها في هذا المجال، حيث تقوم هذه التطبيقات بتقديم خدمات طبية تشمل قياس معدل السكر في الدم ونبضات القلب ومستويات النوم خلال دقائق معدودة، بل تصل في بعض الحالات إلى التكهن بإمكانية حصول انتكاسة جديدة لدى المصابين بالسرطان أو قياس المتغيرات الطبية المختلفة. في السنوات الأخيرة ارتفع نمو هذه التطبيقات حتى باتت المتاجر الإلكترونية تضم مئات آلاف التطبيقات ذات الطابع الطبي، وبالمقابل أثبتت القليل من هذه التطبيقات فعاليتها ومصداقيتها، والتي تعادل 21% من التطبيقات التي أجريت عليها دراسات علمية وأكدت مدى فعاليتها. ولكن يصعب التيقن مما إذا كان الأمر نفسه يسري على التطبيقات الطبية الأخرى، فمن أصل 68 تطبيقاً فرنسياً خضع للتحليل، 64 منها تبين عدم إجراء أي دراسة سريرية هامة قبل طرحها في المتاجر الإلكترونية. وسبب إخفاق هذه التطبيقات يكمن بعدم وجود قوانين تلزم أصحاب هذه التطبيقات بإجراءات السلامة الصحية بعيداً عن أسس الربح. سلطان العيبان، العربية.